مدى الدهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. نلتقي معا في هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج التفسيري القرآني الذي نحاول فيه معا، وكلنا تلامذة القرآن الكريم، وهذا أساس تعلمنا من القرآن الكريم، نحاول أن ندخل في هذه المقدمة في بيان وجه الحاجة إلى تفسير القرآن الكريم، وهو تبيان كل شيء، وهو النور المبين، وهو الأحسن تفسيرا، وهو الذي أنزله الله عز وجل بلسان عربي مبين. سألنا في الحلقة الماضية سؤالا واضحا، من كان كذلك فهل يحتاج إلى التفسير؟ الجواب نعم، هو كذلك، ومع هذا فإنه يحتاج إلى التفسير. كيف ذلك؟ أقول صحيح أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وهو أفصح من نطق بلغة الذات، اللغة العربية، حتى أن البلغاء قد عجزوا، والجنة قد شهدت أنها سمعت قرآنا عجبا، وأعظم فصحاء العرب قد تقاصروا وتقاصرت بلاغتهم وعلومهم وأدبهم وشعرهم ونثرهم أمام أدب هذا القرآن العظيم. لكن مع ذلك فإن القرآن الكريم يحتاج إلى التفسير. قد لا نكون بحاجة كبيرة إلى بيان المعاني اللغوية لكلمات وآي القرآن الكريم، لأنه بلسان عربي مبين. أقول قد لا نكون بحاجة ولا أجزم. لماذا؟ لأن العرب العرباء الذين كانوا يعرفون لغة العرب بالشمم كما يقال، بالأصالة، العرب الأقحاح كما يقال، الأصليون، قد انقرضوا، وقد اختلط العرب أمة ببقية الأمم بلا شك ولا ريب. من هنا في كثير من الحالات ونحن نمارس أي عمل يرتبط باللغة، نقرأ أي نص لغوي فصيح في أي كتاب فصيح، في الشعر أو في النثر، في المتون الدينية كنهج البلاغة بعد القرآن الكريم، أو في الأحاديث الشريفة، كثيرا ما تمر علينا ألفاظ عربية لا نعرف معناها. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن اللغة العربية. وأستغرب وتستغربون معي أيضا أنه حتى في صدر الإسلام هنالك من الصحابة من كان لا يعرف بعض معاني الكلمات، فقد روى الإمام الطبري مثلا في تفسيره أن بعض الصحابة عندما سئل عن الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، عندما سئل عن معنى هذه الآية المباركة، فسئل عن معنى كلمة الأب فقال لا أدري، وقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا ما رواه إمام المفسرين من أهل السنة الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ونقله الإمام السيوطي من أعاظم القوم أيضا في كتابه الدر المنثور.
ونقل نظير ذلك عن غير هذا الصحابي من الصحابة. هؤلاء جيل الصحابة، الأقرب إلى المخاطبة هم الذين خاطبهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالقرآن، وهم الأقرب إلى اللغة العربية، وفي محيطهم اللغوي نزل القرآن الكريم، ولا يعرفون بعض الألفاظ. فما بالي أنا وأنتم الذين ابتعدنا قرونا وأياما وليالي وأزمنة متطاولة عن اللغة العربية. نحن الآن نقرأ شعر عادي للشريف الرضي جامع نهج البلاغة رضوان الله عليه، لا نعرف كثيرا من ألفاظه، وقد شهد له المؤلف والمخالف أنه من أفصح الشعراء، بل هو ومجموعة قليلة هم الأفصح على الإطلاق في الشعر الإسلامي في العصور الإسلامية، في الشعر العربي في العصور الإسلامية. فورا نذهب ونفتح معاجم اللغة لنعرف المعنى. إذن فحتى لو كان القرآن تبيانا لكل شيء ونزل بأحسن وأفضل أنماط اللغة العربية، فإن هذا لا ينفي أن تكون بعض ألفاظه بعيدة عن أذهان بعضنا، إن لم أقل كثير منا، سواء كنا في صدر الإسلام أو كنا أجيالا لاحقة بعد ذلك. فنحتاج، فالقصور فينا وليس في المبين ولا في البيان القرآني والعياذ بالله. أيضا في القرآن الكريم مصطلحات كانت شائعة قبل الإسلام، مثل قوله تعالى بأن النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ يحتاج إلى بيان. النسيء حالة خاصة كانت عادة بعض العرب في الجاهلية أو كثير منهم، أنهم يغيرون أوقات الأشهر الحرم بحسب ما يرون مناسبا ولا يلتزمون بالشهر الحرام الخاص. فنزل قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، إلى ما هنالك من مثل هذه الألفاظ التي اشتمل عليها القرآن. هذه تحتاج إلى تفسير، أنا ما كنت في ذاك الزمن حتى أعرف ما معنى النسيء، ماذا يقصد العرب بالنسيء. أحتاج إلى مراجعة لغة العرب أساسا. العرب لماذا صنفوا معاجم بدءا بالقرن بدايات القرن الثاني أو نهاية القرن الأول، واستمر تأليف معاجم اللغة وصار لدينا عشرات المعاجم في اللغة العربية، الآن المطبوع منها حدود 50 إلى 55 معجم لغوي بين متوسط ومفصل مجلدات، لأننا ابتعدنا عن اللغة العربية، ولأن هنالك مصطلحات خاصة استعملت لأداء معاني خاصة تحتاج إلى البيان. هنا في هذا الصدد وجدت كلمة جميلة لأحد أعظم المفسرين، يقول، وهو الراغب الإصبهاني وهو صاحب المفردات في غريب القرآن ولديه تفسير مفصل، وهو من أهم علماء التفسير في التاريخ الإسلامي، يقول فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، يعني ألفاظ غريبة، نحو البحيرة السائبة الوصيلة، هذه كلمات عربية لكن أنا وأنت لا نعرفها إلا بمراجعة اللغة، أو في وجيز كلام يبين ويشرح. القرآن الكريم أوجز في البيان، أقيم الصلاة، يا أخي جيد أقيم الصلاة، لكن أنا من أين أعرف أن الصلاة كم ركعة؟ ما هي مواقيت الصلوات؟ جيد، في آية دلت على مواقيت الصلوات الثلاثة الواجبة، لكن من أين لي أن أعرف أن صلاة الصبح ركعة وأن صلاة الظهر في الحضر 4 وفي السفر 2 والعصر كذلك والمغرب 3 ولا تقصر في السفر، إلى ما هنالك؟ سئل الإمام الصادق عليه السلام ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراسة إلا غضابة، فقال عليه السلام لأن الله
لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. في هذه الرواية أحدهم يشكل على شيعة أهل البيت عليهم السلام القائلين بإمامة علي عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه إذا كان علي إماما من الله لما لم يسمى في القرآن الكريم؟ ليش ما ذكر اسمه؟ فيقول الصادق عليه السلام بحسب هذه الرواية: قولوا لهم لقد سمى الله الصلاة في القرآن ولم يسمي ثلاثا ولا أربعا. لو كان الله عز وجل أنزل القرآن وانتهت القصة، أن قصة الهداية تنتهي عند نزول آيات القرآن الكريم وكفى، نعم الإشكال صحيح، كل ما يكون من الله لابد أن يشتمل عليه القرآن الكريم بشكل واضح، فلا بد فيما لو كانت إمامة علي عليه السلام من الله أن يشتمل عليها القرآن الكريم بشكل واضح وصريح. لكن الله سبحانه وتعالى في نفس هذا القرآن الكريم قال لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أمة الإسلام، من أين علمتم مواقيت صلاتكم بالدقة؟ من أين علمتم عدد ركعاتها؟ من أين علمتم شرائطها موانعها؟ من أين علمتم أنه في بعض الحالات لابد عليكم أن تتوضأوا، في بعضها عليكم أن تغتسلوا لكي تصبحون على حالة الطهورية؟ هذه التفاصيل وعشرات أمثالها من أين أوجزها القرآن الكريم؟ فصلتها السنة النبوية المطهرة على سانها وآله آلاف التحية والثناء. إذن فنحن بحاجة إلى التفسير لشرح ما أوجزه القرآن. يعني إذا قرأنا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لا يوجد لفظ غريب، لكن أنا إذا أردت أن أقيم الصلاة في اكتفي بهذه الآية وأقيم الصلاة على طريقتي على كيفي، أم أن علي أن أرجع إلى ترجمان القرآن المعلم والمزكي بالقرآن بأمر القرآن، يعلمهم ويزكيهم، في آية أخرى يزكيهم ويعلمهم. جيد، لا شك ولا ريب كل المسلمين يجيبون بالجواب الثاني، أننا بحاجة إلى المراجعة. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فهذه حاجة تفسيرية للقرآن الكريم. وما أكثر الآيات، آيات الأحكام خصوصا في القرآن الكريم التي وردت موجزة أشارت إلى الركن الديني الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، لكن تفاصيل بينت في السنة النبوية المطهرة. هذا تشريح بيان لمقاصد القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. أو في كلام مضمن، بقي التعب جملة الراغب، أو في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها، نحو قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أشرت إليه لا أعيد. وقوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من آمن بالله. على كل حال، ففي هذه العبارة أشار بشكل واضح الراغب إلى ثلاثة أسباب أساسية. مضافا إلى هذا إخوتي وأخواتي، هناك حاجة واضحة أختم بها هذه الحلقة وأكتفي بها المقدار، أنا لست بصدد التفصيل. هنالك حاجة واضحة لا شك فيها: القرآن الكريم تدرج في بيان معارفه ومقاصده. أساسا إخوتي وأخواتي، نحن نتلو كتاب الله لنهتدي بهداية القرآن، نفسر القرآن للوصول إلى الهداية. معاذ الله أن ندخل في جدليات في التفسير ولا ننتهي إلى الهداية القرآنية. القرآن كتاب هداية، القرآن ليس كتاب لغة ولا كتاب علم من العلوم المتعارفة، سخر كل ذلك لأجل الهداية القرآنية، لأجل أن يوصلنا إلى كمالنا هدى للمتقين. هذا هو الهدف والغاية
من القرآن. إذا هذا الهدف من الغاية والغاية من القرآن الكريم، فلا بد أن يكون الهدف والغاية للمفسر للقرآن الكريم أن يصل إلى الهداية القرآنية ليهتدي بها. طيب، لا شك ولا ريب، وهذا باتفاق العلماء، أن القرآن الكريم قد تدرج في بيان مطالبه ومضامينه. نجد أنه في سورة أشار إلى مطلب بإيجاز، وفي سورة ثانية فصله، وهذا معنى ما ورد في الأحاديث الشريفة أنه يفسر بعضه بعضا، ينطق بعضه ببعض. فنحن بحاجة إلى جمع الآيات التي ترتبط بالموضوع الواحد لنصل إلى المداليل النهائية، إلى المقاصد النهائية لآيات القرآن الكريم. أضف إلى هذا وذاك، القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، إلى آخر الآية المباركة. لا شك ولا ريب عند جميع المسلمين أن المهتدي بالهداية القرآنية هو من رد المتشابه إلى المحكم، أما من عمل بالمتشابه من دون رده إلى المحكم فهو من أهل زيغ القلوب، كما نصت الآية المباركة وتضمنته فيما لم أتله من ألفاظها. في القرآن ناسخ ومنسوخ، بنص القرآن الكريم وباتفاق الروايات الشريفة عند كل الفرق الإسلامية وعند كل علماء الإسلام. ألا تعد هذه حوائج جدية وحقيقية تحوجنا إلى تفسير القرآن الكريم للوصول إلى شاطئ الهداية العظيم، إلى بر الأمان، إلى الاستفادة والاستضاءة بهذا النور المبين كما وصف نفسه؟ كلنا معا نقول بلى، بلا شك ولا ريب. من هنا لابد أن نخوض عباب التفسير لتكون هدايتنا في مسالك حياتنا وفي سبل السلام في حياتنا في الصراط المستقيم إن شاء الله، لنقدح إلى الله، لنجاهد في الله حق جهاده فيهدينا سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. إلى اللقاء في الحلقة القادمة التي سأسخرها للحديث عن الأدوات التي تمثل الحجة في التفسير القرآني، نلتقي بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.